هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضلين متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا أهلا ومرحبا بكم في مسهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 29 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نسهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعات لهذا الأسبوع حلقة خاصة حول أنشطة الجالية الإريترية في أستراليا ضمن حراك كفاية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الرئيس الجيبوتي يعمل في ترسيم حدود بلاده مع إريتريا بوساطة سعودية. الشرطة الفرنسية توقف المشتبه به في تفجير مدينة ليون. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده لا نية لها في تغيير النظام في إيران. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إيرينا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. في مقابلة له مع جريدة الشرق الأوسط الإنجليزية في 23 من الشهر الجاري، قال رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي بأن الوساطة السعودية بين بلادي وإريتريا أدت إلى تطور إيجابي في علاقات البلدين والتفاهم بخصوص مشكلة الحدود بين إريتريا وجيبوتي، وقال أنه يأمل في أن تؤدي الوساطة السعودية بين البلدين إلى ترسيم الحدود بين جيبوتي وإريتريا في القريب العاجل. وجاءت المقابلة بمناسبة حضوره للقمة التي دعا إليها العاهل السعودي في السعودية مؤخرا. أعلنت نيابة باريس العامة أن رجلا في 24 من عمره يشتبه بأنه منفذ الهجوم بطرد مفخخ والذي وقع في مدينة ليون يوم الجمعة الماضي، اعتقل في المدينة الواقعة جنوب شرقي فرنسا ووقف قيد التحقيق. وكشف وزير الخارجية الفرنسي كريستوف كاستيني في تغريدة له أنه تم توقيف المشتبه به، وذلك في التفجير الذي أدى إلى إصابة 13 شخصا بجروح. وكانت السلطات الفرنسية قد أطلقت السبت الماضي عملية بحث واسعة للعثور على الرجل الذي يشتبه في أنه نفذ الهجوم، وأصدرت الشرطة نداء من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به والتي التقطتها كاميرات مراقبة البلدية. ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في الكاميرا وضع كيسا أو طردا متفجرا يحتوي على مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة في ليون. الجدير بالذكر بأن آخر هجوم وقع في فرنسا قبل أعياد الكريسماس العام الماضي في 11 ديسمبر في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا، وأسفر عن سقوط 5 قتلى وعشرة جرحى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني بأن بلاده ليس لديها الرغبة في تغيير النظام الإيراني، ولكنها ستعمل على إزالة السلاح النووي من المنطقة، وقال بأن بلاده سوف تبرم اتفاقا مع إيران. جاء هذا التصريح بعد التصعيد الجدي للوضع في المنطقة بعد إرسال الولايات المتحدة حوالي 1500 جندي وتأكيد إيران من ناحيتها بأنها قادرة على ردع أي عدوان أمريكي ضدها. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار وفيما لي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. الرئيس الجيبوتي يعمل في ترسيم حدود بلاده مع إريتريا بوساطة سعودية. الشرطة الفرنسية توقف المشتبه به في تفجير مدينة ليون. الرئيس الأمريكي يقول بأن لا نية لبلاده في تغيير النظام السياسي في إيران. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها نحن سادتي نلتقيكم في إذاعة إيرينا الدولية من باريس وحلقتها الجديدة في برنامج متابعات. هذه المرة سادتي نتابع وقفة كفاية أو حملة كفاية التي نظمتها الجاليات أو الجالية الإريترية التي التقت في كامبرا العاصمة، وعدد من الولايات شاركت في حملة كانت حملة مشهودة، حيث تزامنت مع الذكرى 28 للاستقلال. وإذاعة إيرينا الدولية سادتي تشرف أن
أن تتابع هذا الحدث. معنا الأستاذ عبد الرازق كرار، الناشط والصحفي الإريتري المعروف والكاتب، عضو اللجنة المنظمة للحملة. أستاذنا العزيز عبد الرزاق عبد الرازق، أهلا ومرحبا بك في إذاعة إرينا من باريس. هذه إذاعة إرينا. عليكم السلام ورحمة الله أحمد، رمضانك مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم. أشكرك على الاستضافة وأشكر عبرك إذاعة إرينا على الجهود الكبيرة التي تبذلها في كشف عورات النظام وفي بث الوعي في داخل وخارج إريتريا، فشكرا على الاستضافة. الله يخليك وألف مرحب بك. الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الرازق كرار. أستاذ عبد الرازق، طبعا ليست هي المرة الأولى التي تقف أستراليا في وجه نظام أسمر القمعي الدكتاتوري، إن لم تكن هي الرائدة للوقوف والتصدي لسياسات نظام أسمر الدكتاتوري. يا ترى أستاذ عبد الرازق، على أي خلفية هذه أو غيرها، مقارنة بما وقفه الإريتريون في الحملة على مستوى العالم، هل كانت أستراليا يعني مختلفة شكلا ومضمونا في حملة كفاية؟ طيب أحمد، كما أسلفت، أستراليا معروفة بمواقفها الصامدة ومواقفها المبدئية والصلبة تجاه النظام الإريتري. هي التي ابتدرت المظاهرات، المعارضون ودعاة التغيير في ملبورن ظلوا للأعوام العشرون الماضية يقفون بصمود أمام مهرجانات النظام. النظام استهدف ملبورن لأنه يعلم حجم الجالية وحجم التأثير الموجود في هذه المدينة، لكن الجماهير الإريترية خاصة في ملبورن كانوا على قدر التحدي وعلى قدر المسؤولية. وامتدادا لهذه النضالات لمدينة لدولة أستراليا ولجماهير أستراليا، تأتي حملة كفاية. كما تعلم، حملة كفاية تزامنت مع ذكرى الاستغلال 28، وهذا الاستغلال أيضا وهذه المظاهرة أيضا تأتي في ذكرى عام على مشروع السلام بين إريتريا وإثيوبيا. مشروع السلام بين إريتريا وإثيوبيا كشف ورقة التوت أو كشف عورات النظام الذي أظهر المرة بعد المرة أنه ليس حريص على إريتريا ولا على سيادتها ولا استغلال قرارها. وبالتالي نهضت الجماهير الإريترية لتقول كفى للظلم، كفى للاضطهاد، كفى لدولة لا قانون، كفى لدولة بلا دستور، كفى 28 عاما، كفى لأسياس. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل. أستاذنا عبد الرازق كرار، الرجل الأكاديمي في نفس الوقت، الإعلامي الأكاديمي، الصحفي، الكاتب، نتشرف بحديثك لإذاعة إرينا الدولية في باريس عن الوقفة المشهودة التي كانت يوم الجمعة، حيث تزامنت مع الذكرى 28 للاستقلال كما ذكرت حضرتك. أستاذ عبد الرازق، أضع المستمع الآن في الصورة، كم كان عدد المشاركين وما هي الشعارات التي رفعت إلى تحت شعار كفاية، وما هي الفعاليات التي شهدتها التظاهرة، على الرغم الناس يعني عدد هائل من الناس المشاركين كانوا صائمين، وسندخل في التفاصيل. فما هي الفعاليات أو الكلمات والبرامج التي صاحبت الوقفة، وكم كان المدة التي وقفت فيها الجالية الإريترية في أستراليا؟ يوم 24 أو وقفة 24 مايو الجمعة الماضي كانت تتويج لوقفات وقفها الشعب الإريتري في أستراليا. نظمت حملة كفاية وقفات على مستوى المدن الإريترية في مدينة ملبورن وفي مدينة بريسبن وفي مدينة أدلايت وفي مدينة بيرث وفي مدينة سيدني. هذه الوقفة وكامبرا بالطبع. هذه الوقفات على مستوى الولايات تم تتويجها بوقفة، أو تم الاتفاق على أن يكون تتويج حملة كفاية في أستراليا بالتزامن مع ذكرى الاستغلال 28 وأيضا مرور عام على اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا. الحملة كانت تتكون من جزئين، أول الفعالية كانت تتكون من جزئين. الجزء الأول هو وقفة أمام البرلمان الأسترالي، وهو أبرز معالم مدينة كامبرا،
هنالك وقف الإريتريون من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا. حضر المظاهرة كما ذكرت وفود إريتريا من ولاية نيو ساوث ويلز مدينة سيدني قرب أستراليا التي تبعد 5 ساعات طيران عن مدينة كامبرا، مدينة بريسبن التي تبعد حوالي 20 ساعة بالسيارة أيضا، إضافة إلى مدينة أدلايد التي تبعد نفس المسافة تقريبا، إضافة إلى الجماهير في مدينة كامبرا ومدينة ملبون المبادرة دائما. وقفت هذه الجماهير رددت شعارات كفى للظلم، كفى للاضطهاد، كفى للنظام الهكدث، كفى للاتفاقات المشبوهة، وعلى أثيوبيا وحلفائها وشركائها أن يرفعوا أيديهم عن إريتريا وعن حدودها وعن سيادتها. أيضا الإريتريون في تلك الوقفة قدموا خطاب إلى الحكومة الأسترالية وإلى رئيس وزرائها سكوت موريسون، وخطاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يذكروها بالتزاماتها الأخلاقية تجاه حقوق الإنسان وتجاه الديمقراطية في إريتريا، وخطاب إلى الحكومة الإثيوبية أيضا يحذرونها من توقيع الاتفاقيات المشبوهة مع نظام غير شرعي، ويذكرونها بالتزامها أمام المحكمة الدولية بخصوص ترسيم الحدود، وأنها أن ترسيم الحدود يجب أن يكون أولوية وأن لا تدخل في اتفاقات غير شرعية مع نظام غير شرعي. أيضا وجهت المظاهرة خطاب إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الأمم المتحدة، وخاصة تذكر الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين، خاصة اللاجئين الموجودين في ليبيا الذين تتقاذفهم الميليشيات وتجار الرقيق ويتعرضون إلى تعذيب ممنهج ومستمر في ليبيا. كانت هذه تقريبا هي الرسائل التي وجهتها المظاهرة. انتقلت المظاهرة بعد ذلك إلى مؤتمر تفاكري، لأن هذا الجهد كل الإريتريين المشاركون في تلك المظاهرة كان لديهم إحساس أن هذا العمل يجب أن لا ينتهي عند هذه المحطة أقصد، وبالتالي توجهوا إلى مؤتمر تفاكري. الحضور في المؤتمر كان في حدود 120، تم تقسيمهم إلى حلقات نقاش تتكون من 10 إلى 11 شخص. هذه الحلقات ناقشت ما الذي يمكن أن نقدمه نحن كأستراليون من أصول إريترية لمسيرة النضال الإريتري تجاه دولة الديمقراطية والعدالة والاستقرار، وأيضا جهود النضال الإريتري لإسقاط هذا النظام الظالم الجاثم على صدر شعبنا لمدة 28 سنة. شكرا لك الأستاذ الإعلامي الكبير أستاذنا عبد الرازق كرار وحديثك لإذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. لازلتم سادتي مع إذاعة إرينا الدولية، وهذه المتابعة لوقفة كفاية التي نظمها الإريتريون في عموم أستراليا، وكانت الوقفة يوم الجمعة 24 من مايو في كامبرا. طيب أستاذنا العزيز عبد الرازق كرار، ما هي مخرجات تلك التفاكرات والجلسات التي عقدت في إطار الوقفة في جانبها العملي أكثر من التنديد ورفع الشعار وما إلى ذلك؟ المؤتمر التفاكري قدمت فيه عدة أوراق، قدمت ورقة عن المصالحة قدمها الدكتور برهان شدي، أيضا ورقة أخرى عن إريتريا وأستراليا قدمها الناشط الأسترالي وصديق القضية الإريترية ديفيد جونز، وهو دكتور يقيم الآن في مدينة هوبارت في تازمانيا، أيضا ورقة عن دور المرأة في النضال الإريتري قدمتها المناضلة الصابة تقيم في بريسبن، وورقة عن دور تفعيل الشباب وتفعيل دور الشباب في أستراليا وفي العالم قدمتها أيضا الناشطة والشاعرة منال يونس من أدلي. بعد ذلك بعد أن تم تقسيم الحضور على ورش تم الاتفاق على الآتي: أن يستمر هذا العمل، عمل كفاية، يجب أن لا يكون حملة تتوقف، إنما حملة مستمرة تهدف إلى الآتي: تهدف إلى تحشيد الشعب الإريتري متجاوزا تنظيماته السياسية، متجاوزا معتقداته الدينية، متجاوزا قبائله وأقاليمه تجاه قضية واحدة، أنه كفى لنظام الهكدث، كفى ل 28 سنة من الاضطهاد. هذا العمل ليست له علاقة بالتنظيمات السياسية، هو يحترم عمل التنظيمات السياسية ويتكامل معها ولا يتنافس معها. اتفق الحضور على تكوين تاسك فورس اللي هي لجنة لإدارة العمل، لجنة مؤقتة تكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر. هذه اللجنة تتواصل مع القواعد من جديد، لديها مناديب في كل ولايات أستراليا، هؤلاء المندوبون يقومون بالتواصل مع الجماهير، لأن الحراك حراك كفاية هو حراك أفقي وليس حراك رأسي،
وأيضا لمعالجة المشكلات وأوجه القصور التي ظهرت في كفاية نتيجة لضعف الاتصال، نتيجة لاختيار التوقيت بالتزامن مع ذكرى الاستغلال، ولأنها كانت في رمضان وتعرف صعوبة السفر في رمضان أيضا بالنسبة للمسلمين الإريتريين. اتفقوا أيضا على أن يكون التمويل ذاتي لهذه الحملة، واتفقوا على أن يعقد مؤتمر جامع لحركة كفاية في غضون 3 أشهر من خلال بعد اكتمال الترتيبات والاقتناع أن الولايات الأسترالية وصلتها الرسالة بالدرجة التي تشرف وتمثل أستراليا. جميل أستاذ عبد الرزاق، يعني ذلك لم يتم اختيار اللجنة المشرفة أو اللجنة العامة لعموم أستراليا، أليس كذلك؟ قرار المؤتمر التفاكري كان هو أن اللجنة التي عملت على تنظيم هذه المظاهرة وهذه الفعالية أن تستمر في عملها، ولكن يجب تطعيم هذه اللجنة على مستوى الولايات بحيث يكون التمثيل في كل ولاية يتناسب حجم الولاية ويتناسب مكونات الولاية ويتناسب الاتجاهات أيضا الفكرية والسياسية والقومية في الولايات بحيث تصل الرسالة إلى الجميع. هذا هو قرار اللجنة، قرار المؤتمر التفاكري. جميل أستاذ عبد الرازق، أعتقد مما رشح من معلومات أن كل الولايات عدا ولاية فيكتوريا متمثلة في مدينة ميلبون كانت مشاركة بوفود منتخبة، وتم إرجاء تكوين اللجنة الإضافية للجنة المنظمة نتيجة حتى ما يتم اختيار وترشيح أو أن تتقدم ميلبون الرائدة في العمل المقاوم حتى تختار لجنتها. أولا أكد لنا هذه المعلومات، إلى أي مدى صحت هذه المعلومة؟ المعلومة هي صحيحة، لأنه تقدير الحضور حتى الذين قدموا من ميلبون كان أن مدينة ميلبون الرائدة في النضال المبادرة في العمل المعارض، حضورها لم يكن بالمستوى الكافي، وذلك نتيجة لأوجه قصور الناس تدركها تتعلق بطبيعة الاتصال، بأن هذا الحراك هو حراك طوعي، وبالتالي تحرك الناس طوعيا لكنهم لم يتواصلوا أو لم يوصلوا الرسالة بما فيه الكفاية إلى كافة القواعد. نتوقع ميلبون أن تكون دائما في الريادة وفي الصدارة، وبالتالي أتيحت الفرصة أن يعود الذين أتوا من ميلبون إلى قواعدهم، وأيضا اللجنة التنسيقية اللي موجودة أن تتواصل مع ميلبون ومع التنظيمات والكيانات والأفراد واللي هو الشخصيات الوطنية اللي موجودة في ميلبون لشرح أهداف هذه الحملة، لتوضيح اللبس الذي حصل، لتوضيح أي إشكالية وحل أي إشكالية في المستقبل تعيق مشاركة ميلبون بما يتناسب وحجم وتاريخ مدينة ميلبون. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. نحن هنا بدورنا عزيز المستمع من إذاعة إيرينا الدولية في باريس، كما ندعم كل حملات كفاية التي ينظمها الإريتريون حيثما وجدوا في العالم ضد النظام القائم والقابع في يعني أقبية نظام أسمرة، نشيد بالوفد الذي بادر وشارك من مدينة ميلبون، ونأمل أن يقوم الوفد بعقد لقاء تفاكري للمدينة هنا، وهذا ما رشح من بعض المعلومات. قريبا ربما بعد العيد سيتم اختيار اجتماع تفاكري ومن ثم اختيار ممثلين للمدينة وتحديد ولاية فيكتوريا. أستاذ عبد الرازق، نواصل معك اللقاء، مما يعني يسر النفس ويطمئن كل التحركات الموجودة، على الرغم من أن هذه الحملة عقدت في يوم من أيام رمضان، والناس جاءت من مسافة 20 ساعة و10 ساعات و4 ساعات طيران كما قلت، يعني كانت هنالك مشاهد معبرة، مشاهد يعني تنم عن وعي هذا الشعب، حيث يعني تقدير الإخوة المسيحيين للإخوة الصائمين من المسلمين المشاركين، وتقديم ما يمكن تقديمه، واعتبار أنه الوقت قد دخل للصلاة، صلاة الجمعة والإفطار وما إلى ذلك. أنا شخصيا أرى مثل هذه الأشياء هي تضيق الهوة والفجوة التي بنى عليها النظام الدكتاتوري في أسمرة، ولعب على إلى درجة أنه
يعني نشر عدم الثقة بين الناس الشركاء، شركاء الوطن الواحد. آسف على الإطالة، ولكن ينبغي أستاذ عبد الرازق باعتبارك صحفي وأكاديمي وكاتب، أعتقد هذا يمكن مشهد يمكن الحديث عنه، تفضل. شكرا أحمد على هذه اللفتة المهمة. تعلم كانت لدينا مخاوفنا في اللجنة من أنه في شهر رمضان قد يجد الناس صعوبة في المشاركة، لكن مخاوفنا تبددت تماما. كما ذكرت، مشهد الإفطار يعني كان مشهد معبر بحق وحقيقة. يعني أتى الإخوة المسلمون بإفطارهم بأطفالهم إلى مكان المؤتمر. النكهة الرمضانية في الإفطار، التمر والحساء والسمبوسة المعروفة والأكلات التي مرتبطة بذهن الإريتريين في رمضان، كلها كانت متوفرة. وبالتالي إعادة الذكرى للإخوة أيضا المسيحيين، ارتباطهم وعلاقاتهم بإخوتهم المسلمين بالذات الذين كانوا يقيمون في المدن حيث يتشارك فيها المسلمون، مثل مدينة أسمرة وكرم، حيث يتبادل الناس السمبوسة ويتبادل المغليل ويتبادل هذه الأشياء المرتبطة برمضان، كانت أيضا احترام الإخوة المسيحيين للحظة الإفطار وتهيئة المكان واستعدادهم للخدمة ثم مشاركة إخوتهم المسلمين للإفطار. يعني كان مشهد معبر يتجاوز كل يعني كل الوصف اللفظي أو الوصف اللغوي للتعبير عنه. كل مخاوفنا من أن رمضان قد يكون شاقنا أو قد يسهم في تعطيل عمل المظاهرة تسربت تماما وتبخرت تماما. بالعكس، كانت هذه من أجمل ما حدث في هذا في هذه الفعالية، أن يتشارك الناس الإفطار في رمضان من دون حواجز دينية، من دون أي تحفظات. نعم، وأنا يعني برضو يعني في هذا الإطار، إخوان المسيحيين على سياراتهم المقيمين هناك في كامبرا على وجه التحديد نقلوهم إلى المساجد بترحاب لأداء صلاة الجمعة، ومن ثم ل يعني تسهيل مهمة الحركة لهم. نحن نشير إلى ذلك سادتي لأنه النظام في أسمرة دائما يلعب على الورقة الدينية والورقة ورقة العقدية ويتلاعب بها ويخلق البون والهوى بين المكون بالنسبة في الشعب الإريتري. أستاذ عبد الرازق، اقتربنا من نهاية هذه المقابلة، وكم سعدنا معك باعتبارك صحفي وكاتب وأكاديمي وناشط في نفس الوقت في العمل العام. أستاذ عبد الرازق، ربما لديك كلمة تود توجيهها إلى الإريتريون، عفوا إلى الإريتريين في مدينة في عموم أستراليا وإلى العالم، وتحديدا كيف يمكن أن يلعب الإعلام الإريتري المعارض سواء كان على مستوى الأفراد على مستوى التكتلات السياسية، كيف يمكن أن يعالج قضايا الوطن ويدفع بهذه الحملة الجديرة بالاهتمام؟ في الختام أود أن أشكر، باعتباري كنت في اللجنة التنسيقية العليا لهذه الأحداث، أود أن أشكر كل الذين ساهموا بذات مدينة كامبرا وهيئوا المكان للضيوف. أيضا أود أن أذكر الذين شاركوا من الولايات الأخرى حيث كانت المهام موزعة على مستوى الولايات. أود أن أشير أيضا أن هذه الحملة جاءت بالتنسيق مع الحملات العالمية، حيث شهدنا نفس النشاط في مدينة في سويسرا، شهدناه في بريطانيا، شهدناه في ستوكهولم في السويد، شهدناه في ألمانيا، شهدنا حدث كبير جدا في أمريكا، نعم، في واشنطن الختام. وبالتالي أود أن أشكر كل الذين ساهموا في ذلك. أود أن أختم بشيء أخير، وهو أنه أود أن أشكر قيادة المجلس الوطني أيضا، لأنه في بيانهم الأخير في مؤتمر السويد أشاروا إلى أن المجلس يقف مع حملة كفاية ويدعموا تنفيذي الأستاذ نقاش عثمان على أن يدفع بجهود المجلس، لأنه هذا نشاط جراس روت، نشاط جماهيري يدعم ويتكامل مع العمل السياسي، لا يتناقض معه ولا يتنافس معه، هو عمل مكمل لعمل القوى السياسية ولمظلاتها السياسية أيضا. وفي الختام أيضا أحب أن أشكر إذاعة إرينا على جهد الإعلام الكبير، وأوصي كل الإعلاميين أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية. شعبنا ينتظر منا الكثير، والإعلامي هو الرائد الذي يجب أن لا يكذب أهله، أن لا يخزل أهله. وبالتالي يتوقع الإخوة الإعلاميون والإعلاميات الإريتريات إذا كان في الإعلام المنظم أو في السوشيال ميديا أن يكونوا على قدر المسؤولية ويتعالوا على الصغائر النفسية أو الانتماءات السياسية الضيقة بما يخدم القضية الكبرى.
لك التحية والتقدير أستاذنا عبد الرازق كرار، حديثك لإذاعة إرينا الدولية ولما قدمته من معلومات، وفي نفس الوقت يعني توصية ومقترحات للعمل الإعلامي وغيره. سعدنا بلقائك ووضعت المستمع الكريم في الصورة لما شهدته كامبرا لوقفة أستراليا عموما، في وقفة كفاية وسنقول كفاية حتى إسقاط آخر شكل من أشكال الاستعمار وشكل من أشكال القهر والاستبداد والديكتاتورية الموجودة في إريتريا. شكرا لك أستاذنا عبد الرازق كرار، وكنت معكم سيداتي سادتي في إجراء المقابلة محدثكم أحمد شريف، وتقبلوا تحايا زملائي في إذاعة إرينا فتح عثمان وبنيام سمعون. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الرئيس الجيبوتي يعمل في ترسيم حدود بلاده مع إريتريا بوساطة سعودية. في مقابلة له مع جريدة الشرق الأوسط الإنجليزية في 23 من الشهر الجاري، قال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قلي بأن الوساطة السعودية بين بلاده وإريتريا أدت إلى تطور إيجابي، ومن المأمول أن تؤدي إلى ترسيم الحدود بين البلدين. الشرطة الفرنسية توقف المشتبه به في تفجير مدينة ليون. أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن رجلا في 24 من عمره يشتبه بأنه منفذ الهجوم بطرد مفخخ، والذي وقع في مدينة ليون يوم الجمعة الماضي، اعتقل في المدينة الواقعة جنوب شرقي فرنسا ووقف قيد التحقيق. الرئيس الأمريكي يقول أن لا نية لبلاده في تغيير النظام السياسي في إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني بأن بلاده ليس لديها الرغبة في تغيير النظام الإيراني، ولكنها ستعمل على إزالة السلاح النووي، وقال بأن بلاده سوف تبرم اتفاقا مع إيران. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي الختام لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.